عبد المولى واش طلقتي؟ إذن على بركة الله مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في هذا البث المباشر من قلب محكمة الاستئناف. قبل لحظات كنا في المحكمة ديال الاستئناف وكان عندنا واحد اللقاء مع رشيد ملطر نوفيس الفاعل الجمعوي اللي دخل على خط قضية اعتقال البدراوي أو بين قوسين الهدراوي الرئيس السابق لفريق الرجاء العالمي واللي الآن راه غيدوز عن قصيد قاضي التحقيق. فإذا بنا كنتفاجئوا بالتواجد ديال الفنانة المغربية القديرة ديالنا ليلى سعيدة شرف اللي جات لمحكمة الاستئناف. ما عرفناش واش جات، واش جات هي باش تشوف شنو واقع في البدراوي والنصيري ولا ما علاقه اختي عندي انا بالبدراوي؟ عتبتي لي. السلام عليكم لاله سعيده. السلام عليكم، تحيه لكل متتبعين عبركم. لا اختي ما عندي حتى علاقه بداك الشيء اصلا، ما انا بعيده كل البعد على كل مشاكل الدنيا والدين. يعني كنحاول نمشي الحيط الحيط، كنحاول نمشي افتقاري، ولكن في نفس الوقت كاينين عندنا دي ليميت وكاينين عندنا واحد الحدود. الا تفاتوا راه خاصني، واش انا يعني انسان مثلا الا تعدى عليا واش غنمشي نجاوبه بنفس هضرته؟ واش واحد ديري؟ انا جيت في اطار يعني سلوك حضاري قانوني اللي كيقوم به اي وطن اي مواطن مغربي، لانه انا مثلا ملي غنتقاس ولا انت ولا هو ولا اي واحد، ولا انا نضر ناس ولا واحد يضرني. فالتوجه السليم والسلوك الحضاري اللي خاصو يدار هو انه كيتوجه للقانون. شكون ضرك عاوتاني؟ لا واحد تيك توكر يعني زادت فيه، سبتني، سبت اولادي، سبت لي امي في القبر. كاينين واحد الحدود. فانا الا كانوا المغاربه قدامكم ومن خلالكم خلال هذا المنبر كنقول لهم، الا كنتو كترضاو لكل مغربي وكل مغربيه حره انه يتعرض للسب والقذف والتنمر، يتسبوا لي والديا ويتسبوا لي اولادي، وعاجبكم انني سكت تقولوا لي سكتوا. علاش تسبيتي اصلا؟ الله يرحم الوالده مسكينه. والله باش ما يخرجوش يقول لك لا سعيده كتصيفات وسعيده كدير الحبس وسعيده، بحال انا عندي السوارت حشومه هذه الهضره هذه. يعني كاينين شي حوايج كيتقالوا كنسميو الاشياء بمسميات ديالها. انا بعيده على الصداع، واش انا شاده تقاري؟ كان هناك كانت هناك جريمه ديال ملف جنحي تلبسي، صافي سالا نسيت ذاك الموضوع. والله يفرج على كل واحد، ذاك الموضوع ما بقيتش كنجبدو. واش انت تسبيتي بسبب هذا الملف؟ راه تسبيت على هذا الشيء. وتسبات لك الوالده الله يرحمها واللي كنعرفوا علاقتك بها. امي الله يرحمها وكل واحد كيعرف. شوف ما كاينش اللي ما عزيزاش عليه امه. انا والله المغاربه الا قالوا لي سيري اسكتي نسكت. الا عجبهم ان امواتهم يتسبوا حيين ولا ميتين، وعجبهم انهم اولادهم يتدعى فيهم ويتسبوا حيين ولا ميتين. وزايده طين بله قالت لك لا ما سبيتش لك امك، سبيت لك جده امك. شكون هادي؟ هادي تيك توكر غادي تشوفوا دابا ملي غادي تخرج القضيه للعلن غادي تبان. انا تيك توكر ما غاديش نجاوبها باسلوبها لانه غادي نطيح في نفس المشكل. واش كتكلمي على ميمي؟ هي راه عارفه راسها شكون هي. خرجات وقالت لك راه انا سبيت لك جد امك، تدعات بالاسم بالاسم ديالها كامل. لا سبات لي جد امي زعما كاينه بحالي انا ما يعني في اخبار كنشوف الظلم اللي انا قالت لك كنتعرض ليه، ومع ذلك يعني كيقول لك رمتني بدائها وانسلت. هما اللي كيبداو وكيرجعوا اللور، اللي بدا كيرجع اللور وكيخليني انا. ولكن سعيده باش نكونوا للامانه وبكل وضوح، ان التعليقات كلها كانت ضد هاد التيك توكر، والناس كلهم رفضوا رفضا باتا انك ماشي غير حنتي سعيده. ولكن واش شي واحد واش غنسكت الا 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 جاوبتها بنفس اسلوبها؟ نعم راه غادي نطيح في داك الشيء اللي هما خاصني حتى نتعاقب. راه الا مشيت سبيتك انا وعايرتك بداك الشيء باش كتعايريني راه غادي نطيح في نفس الخانه، وخاص ديك الساعه المشرع تقدري بعدا تعايري لشي واحد الام. ما نقدرش والله ما نقدر، يتشل فمي انني نعاير ام شي واحد. ناقصه شويه نعايروا الام ويتشل فمي يجبدوا لي غير فيديو واحد سعيده شرف هي كتعاير. ما كنعايرش وما كنسبش، كنمشي للقانون. انا شوفوا انتقدوني كي بغيتوا، قولوا مهرنيطه، قولوا ما كتغنيش، قولوا مطلق، اللي بغيتوا تقولوه ماشي مشكل. حتى التنمر سمحت به، ولكن باش يوصلوا كاينين خطوط حمراء. يعني قولوا اللي بغيتوا. شوفي حنا طالما خرجنا في السوشيال ميديا وحنايا واحد الشخصيه عامه، من حق الناس ينتقدوني، انتقدوني كي بغيتوا. يمكن واحد يبغيني، واحد ما يبغينيش، واحد ما يعجبوش الشكل ديالي، واحد كيقول عليا زوينه، واحد كيقول عليا واحد صوتي كيقول لك زوين عاجبه في اللون الصحراء ولا غيره، واحد كيقول لك انا غير مهرنيطه ما كنقول والو شغلو هذاك ما شغليش، يقولوا اللي بغاو يسميوني. ولكن كاينين شي حدود، الا ما جيتش نوقف هذه عند حدها اللي خرجت بهذا السلوك غدا ما نعرف اش. وزيدي عليك ماشي غير هي اللي تشكى بها، تشكى حتى واحد المدعو اخر سميتو اسماعيل، راه عارف راسو شكون هو. شكون هو؟ هذا من الناس اللي خارجين كيسبوا فيا، حتى هو بنفس الطريقه، نفس الطريقه اللي دار التيك توك. علاش؟
واخا ما كاينش شي حاجه سميتها علاش، ما كاينش مبرر اننا نسبوا الناس في الاصل ديالهم وفي والديهم. يعطيوني حاجه وحده عمري جبت فيها هاد الناس هاد، ولا عمري شنو كيقولوا علاش خرجت لهم اشنو كيقولوا والو بخصوص هذيك القضيه ديال حمزه مومبي. علاش انهم مدافعين؟ مالكي انت يا شوفوا حمزه مومبي راه فيها عده ضحايا. اسمح لي ضحيه الوحيده، اسمح لي نقطعك، كانوا بزاف ديال الملفات تحت هذاك الغطاء، وانا باش ما نكونش يقولوا الناس راه كتشمت ولا، الله يحفظني يا ربي انني شمت في شي انسان ماشي من اخلاقي، والله يفرج على كل واحد بعيد على هذا الشيء. وسعيده شرف انتم اللي كتقولوا دارت شكايه، واش انا نتنازل على شي حاجه ما كايناش؟ كون كنت درت شكايه واخا كاع تكون هذه الشكايه وتنازلت عليها، راه القانون ما عندي ما ندير فيه انا ولا نقدر نحكم فيه، راه النيابه العامه اللي كتحكم ماشي انا. نهائي. انا مواطنه زميله في جيت عاديه بحالي بحال كاع الناس تماما، جيت ندير شكايه عادي راه ما معايا حد بوحدي، جايه بسلوك قانوني، لا غيكون معايا شي واحد غيكون معايا الدفاع ديالي فقط. ولكن الناس اللي كيقولوا تنازل واش ما عارفينش ان القانون فيه هذا الحكم نهائي، ولو ان الانسان يتنازل وما كاينش ضحيه وحده اللي هي الفنانه القديره سعيده شرف، راه كاين عده ضحايا. والمتهمين كانوا بزاف، انا الله يلطف والله يفرج على كل واحد، اخر همي قلت لكم انه يدخل شي انسان الحبس ما نبغيش، ولكن باقي كنقولها المره الالف كاينين شي حدود، ماشي تحولوا الظالم هو المظلوم، ولا تنسى هاد الشيء حيت خمس سنين نساو شحال شنو طرالي وشنو طرالي وشنو شنو وقع. ومع ذلك دابا فات الضحيه، ما عمرك بالنسبه ليا ساهله. دابا الا كانت غتكون شي حاجه ولا غتكون شي فرج ولا شحال كشي ديال الله سبحانه وتعالى بعيده عليا، انا ساليت هذا الموضوع سديته، شي واحد ما بغاوش يسدوه، لا اللي ما بغاوش يسدوه الطاولة عليا على امي وعلى ولادي ولا على شي حاجه راه غيكون سلوكي قانوني. هو اللي سلك سيدي، ولكن اللي بغى ينتقد ولا يبغى يبقى دايرين ساكن، كاينين الصفحات عايشين بهذا الشيء، كاينين الناس عايشين غير بهذا الشيء، خليهم يهضروا اللي بغاو. تعرضي يا سعيده ايضا للتهديد بالقتل، هجمه شرسه، تهديد هذه من بين الاشياء. هادو الناس اللي دخلوا عندي الواتساب وكيهدوني وكيهدوا ولادي وكيهدوا فيا بالقتل، اقسم بالله انا حطيت شكايه، شكايه شنو فيها؟ فيها الاسماء ديالهم، النوامر ديالهم، السكرين ديال ديك لابيل، وسيروا ديروا الخبره التقنيه وقولوا عاوتاني هادشي راه فيه شي حاجه. وتلوكاليزاو، دابا لا بغى يمسحوا داكشي غنمسحوه. واش وصلت، واش الانسان وصلت به الجرأه والوقاحه والحقاره انه يهدد انسان اخر بالقتل؟ هنايا ما فهمتش، واش ملف جنحي تلبسي عادي ردوا منه ما نعرف اش عادي؟ سعيده شرف الا غلطت ومن غداجي نتعاقب. وليتي خايفه على وليداتك؟ لا ماشي، ما والله اقسم بالله كنخاف الله، كنخاف الله، الموت وحده والروح وحده. ولكن والله شوفي ولادي في حمايه الرحمن الرحيم، في حمايه القانون المغربي، حتى لا غتوقع لي شي حاجه ولا غتوقع غير بهذا السبب هكا بهذا الشيء بهذا الشيء هذه مرحبا. يعني طاولوا بزاف وزادوا في هذا الشيء بزاف، يعني لدرجه تحطي تصاور ولادك تيقول لك وها هي تتحشي الهضره. علاش انا واش ماشي من حقي؟ راه كنت كنحط تصاور ولادي، واش انا ما عمري حطيت تصاور ولادي؟ اول مره غيبان ولادي. مشيت رحله للعيون، بنتي اول رحله لها مشات للعيون مسكينه ليليا. والله يحفظ وليدات كل واحد، لا انا لا الطرف الاخر لا اي واحد، انا بعيد على المشاكل. كون عطوني اتساع شحال هذه وما غيكونش هذا التخربيق كامل، يعطوني اتساع، انا ما كنجبدش حتى واحد. ولكن اللي جبدني غيلقاني لانه ما كنتعداش. يعني الفيديوهات اللي عندك فيها كتسب الوالده ديالك الله يرحمها ووليدات، كل شيء فرغ، كل شيء فرغ عبر مفوض قضائي قانونيا، كل شيء قانونيا، وباش ما يقولش لا ما تذكرتش الاسم، يعني جنت على نفسها براقش من اللي داروا، من اللي دارت اللايف الاول لمحت لي مزيان كل شيء، عارف هذا الشيء الصفحات دوجو، حتى ذوك الصفحات حطيت زعما بانهم راه كيدرجوا نفس الاسم التعليقات كل شيء كل شيء بطريقه قانونيه حضاريه. ولكن في اللايف الثاني وقعت نفسها انا وقالت لي معايا هتجلك امك، عيرت لك جد امك. يعني هنا كتبت انها مريضه بيا ولا شوف شنو عندها. الله على العلم انك ما تتعرفيهاش. والله ما كنعرفها فين جات، عمرك ما تلاقيتي بها، عمرك هضرتي معاها، ما عمري تلاقيت معاها، ما عمري تكلمت معاها، يعني عمرك انتقدتيها؟ عمرك ما مشغوليش، كل انسان حر. شوفي الفيديوهات ديالها، ربي خلقنا احرار، انا من خلالكم كنقول للمغاربه اللي كيشوفوا فيا دابا راه الا كيرضيكم هاد سعيده تكون انسانه دليله مدلوله وانسانه ترضى انه يعني حقها ما يتخادش هاد البلاد، وفي نفس الوقت انه نتسب ونتعاير ولادي تعاير وامي تعاير في قبرها وتدعى على ولدي، الا قبلتوني وقبلتوا لي هاد الدل مرحبا، انا طراب رجلي الناس الطيبه وطراب رجلي المغاربه كاملين، الا رضيتوني نكون مدلوله نكون مدلوله مرحبا،
الا قبلتو، خصوصا ان القضيه تتعلق بالام ديالك، وحنا تنعرفوا علاقه اي واحد بالام ديالو، كنعرفوا علاقه سعيده بالام ديالها، لان واقعيين زادوا فيه سعيده راه وعاد خارجه من صدمات ديال الوفاه ديال الاخ ديالها. داكشي جم هاد اسماعيل هذا اللي غنتكلم عليه وانا كيره بالنسبه لنا، فين كنعرفو؟ فين كنعرفو؟ حط صوري وقالت كي بارطاجي وقول له واخا تمسح داكشي راه كلشي كيرجع، كلشي كاين، كلشي متبت، كلشي كاين. الكلام القبيح كيأذي، كيضر راسه، سخونية الراس كترجع بالبروده، وحتى الكلام القبيح كيأذي. انا واش انا في نظركم كل انسان فينا عنده الفم الخايب يقدر يرد على هاد الناس؟ اكيد. خرجوا دابا جالسين شوفي في خبارك صيفطوا لي دي ميساج شنو فيهم؟ والله حتى كيقولوا لي والله حتى نديروا عليك حمله شرسه باش نروضوا الراي العام، بما انه الطرف الاخر دخل شي شنو غنديروا لك وغنفعلوا لك وغنخليوك وما غتنعسيش وغدوزي اسوء عام. او انتوما سيدي ربي ولا الحاشا ولا يتمثل، شكون انتوما؟ شكون انتوما؟ انا راه اخر همي هو هضرتكم. شكون هادي اللي دخلت للحبس؟ واش انا اللي صبرت؟ سيدنا يوسف راه دخل للسجن وانا صبرت خمس سنين ديال ولات. لا وهادي اللي دخلت للحبس دايرين عليها هادشي كله، دارت الذنب. انا ما نتكلمش في هذاك الموضوع، سديته. لا ما قلتش تكلمي في هذا الموضوع سعيده، تنطي ليا هاد الحمله اللي غادي تنوض ضدك راه ضد غيرك. على قبل واحد المغنيه دخلت للسجن ودارت علاش؟ وماشي انت ولا انا ولا الاخر اللي يحكم عليها. لا 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 درتها على دابا تحاكم، راه انت الا درتيها راه غتحاكمي وغادي تمشي للسجن وغنجيو نديروا عليك لايف ونقولوا الله يستر راسك. من خلالكم باش ما نكثرش الهضره، والله من خلال قناه الشعب كنقول لكم انا مسبوبين فيا مسبوب. دابا شافوكم معايا غيقول لك راه القناه ديالي. يلا وانا تلاقيت معكم دابا قناه الشعب سعيده، القناه ديال الشعب المغربي وديالك وديال ولاد الشعب. مرحبا بك. واش غايقول السي دري الشحت انا يقول لك انا ديالو بغيتي ديال المغاربه؟ انا شافوا واحد الفيديو ديالي نتوما في 8 مارس كديروا التفاته للفنانات المغربيات او الممثلات او الشخصيات العامه فاعلات بمناسبه عيد المراه، محاميات. كل مره كيجيبوا شخصيه كدير انها هي المديره او مديره التحرير ديال شوف تي في. فكانت هناك فاطمه زهراء العروسي، كانوا بزاف ديال الشخصيات، استاذه عائشه القلاع، كانت استاذه مريم جمال ادريسي، كانت هادو ما شفتهمش، هادو ماشي اصحاب القناه. فانا بحالي بحالهم صورت معاهم وكنت حتى انا كذا وشوفي ونقول لكم اختي اللهم سيره الغنى ولا سيره الفقر ياك عندي كيقول لك، ما يقولش ما عنديش. مي هنايا والله من خلالكم كنبغي نسد هذا الموضوع، وهاد الناس هادو اللي جالسين كيشرحوا فيا باقيين خمس سنين وباقيين زايدين في التنمر، حطوا لي في الفيديوهات وحطوا ويركبوا الكلام ويفبركوا ويديروا. كنقول لهم حسبي الله ونعم الوكيل فيكم، راه كونوا اكيدين راه بقى عدالة السماء تماما. وانا الا ظلمت شي انسان كنبغي الله يبينها فيا، ولا ظلمت شي انسان الله الله ياخذ حقه فيا في الدنيا قبل الاخره. انت كرهتي دابا يا جي غادي تضيعي وقتك، واش انا دابا مخليه ولادي ومخليه داري قاعده نترون فيها غير مع البنايه ومخليه الروينه عندي وجالسه انا واش انا نجلس مقابله غير المحاكم؟ ولكن هاد الناس الا ما توقفوش، ما دارت لهادشي الا ما توقفوش عند حدهم غادي يزيدوا فيه. واحد النقطه من خلالكم باش ما ننساهاش، الناس اللي كيقولوا لي دارت فيا شكايه علاش ما مشيت، كنقول لكم راه باقي ما توصلتش المحضر القضائي ديال الطرف الاخر او العون القضائي اللي كيجيب المفوض القضائي. نعم. اللي كيجيب الشكايه سولوا الطرف الاخر واش توصلت بشي شكايه. من عند من الشكايه؟ من الطرف الاخر يعني اللي هو اللي خرج يدعيها. لا لا ماشي ماشي هاد التيك توك، شكون كتكلم على الفنانه؟ أه. يعني المحامي ديالها والدفاع ديالها الا كان فعلا انا عندي توصلت بهذه الشكايه حطوه لي، حطوه. انا كنعطيكم الشكايه بخصوص ماذا؟ كنعطيكم هذيك اللي دارت بك انت ورضا والشنويه. اه هذيك الشكايه خليهم يحطوني لا انا كنت توصلت. رضا توصل راه حطها، انا ما توصلت. علاش؟ حيت قلت لكم انا ما كايناش في داري لانه كنصلحها. وانا ماشي صعيب عليا ذاك النهار راني كنت في الندوه وقلت لهم مرحبا بكم جيو بلغوني. تمام. ولا تبلغت غادي نمشي. ولا تبلغت راه ليس معنى انه انسان شكا بانسان راه غادي يدخلوا للحبس، لا. هذاك الشيء راه كيكون بناء على ادله واثباتات دامغه كدوز عبر المساطر القانونيه كامله من عند الاستدعاء حتى الفرقه الوطنيه حتى القاضي التحقيق حتى الوكيل جلاله الملك حتى المساطر كامله. تماما. وكيعرضوا الهواتف على الخبره وتيعرضوا المكالمات والهواتف خصهم يدوزوا للخبره، واللي تلقات عليه شي حاجه يدخل يتعاقب. سعيده شرف من اليوم ومن البارح إلا تلقات عليها شي حاجة مرحبا. أما باش تبقاو تقولوا لي وتحركوا عاطفة ديال المغاربة وتقولوا حنايا لا راه حرام عليك وليداتها، حرام عليا. ييه لما كانوش فعلا بقاو فيا، أنا إنسانة وأنا أم
ولكن الانسان خصو هو يبقاو فيه ولادو. تماما تماما. انا ما درتش وما شكيتش عباد الله. الطرف الاخر خارج منهم واحد كيقول لهم لا راه درت شكايه وجات عند السيد الوكيل. مشيت عند السيد الوكيل درت شكايه بالحساب. ما عمري نتحدى. ياك الملف ترفعت عليه السريه قول لهم يجبدوا لكم شكايه باسمي ضد الفنانه. باقا كنقولها لكم المره الالف. الا جبدتوها بالحساب باش تعرفوني واش انا ما نشكيش بحساب. الا كنتو غتمنعوني المغاربه انا نشكي بحساب قولوها لي. واش حساب اللي ما خلى ما قال فيا ما خلى ما دار فيا طير النعاس من عينيا. ماشي غير خمس سنين وانا كنعاني كنتكلم على نفسي ما حقاش نتكلم على حتى شي انسان اخر. حيت الا تكلمت انا ماشي مدافعه على شي واحد. نتكلم باسم الانسانيه ياه. داز عليا العذاب الاليم وباقي كيدوز. ومع ذلك كنطلب منكم تدعوا والله يعطيني الصبر. والله اقسم بالله العلي العظيم يا من تزعزع. الخوف ما غنعرفوش. واللي ظلمتو يشكي بيا واللي ظلمتو ياخذ حقي منه واللي ما عجبتوش وكاع عنده شي اعتراض عليا يمشي للقضاء. توجه السلوك القانوني والتوجه السليم. سعيده شنو تبغي تقولي لها التيك توكر اللي سبات لك الوالده ديالك الله يرحمها وسبات لك وليداتك؟ شنو الرساله اللي تبغي توجهها؟ غادي نقول لها باش من صفه كيفاش حسيتي وانت كدعي على ولادي؟ اطفال كيفاش حسيتي هذوك الدراري دابا ولدي 14 عام يلا داخل فيها وبنتي 7 سنين وبنتي 4 سنين وكيشدوا التليفون حتى هما مره ولدي راه ولدي مراهق تبارك الله كيقول يا ماما علاش هذه كتسبك؟ علاش كدعي فينا؟ وليدي علاش؟ شو دار ليك؟ ولكن مي لا حول ولا قوة الا بالله صافي صافي ما مولفكش انا نشوفك هكا يا شوفي مي خط احمر الوالدين الا الوالدين ميتة خا تكون حية ميتة اكثر وما تستاهلش مسكينة ما عمرها عيرت شي واحد ما عمري شفت شي واحد كثروا عليا بزاف جالسين كيبدلوا الناس كيقولوا لهم شوفوا راه هي اللي ظالمه راه هي اللي دخلت الحبس واش انتم في نظركم انا عندي السوهر ديال الحبس واش سعيده شرف غادير شي حاجه المغاربه راه اذكياء هذا القانون زعما ما غاديش ما يحاسبنيش المغاربه ماشي اغبياء سعيده وما يبقوش يجمعوني مع شي واحد اخر كل واحد ماجوري فاكسيني كل واحد كيتكلم على نفسه كنتكلم على اليوتيوبرز كنتكلم على اي واحد كل واحد مسؤول على اللي كيخرج من فمه حول ولا قوة والله كل ما عيرت امي حنا عارفين علاقتك بالمرحومه شحال كانت خويا وشحال تاثرتي وباقا لدابا تتفكري ما عمرك نسيتها وتا واحد فينا ما كينساها من غير هذا الشيء اش من صفه عندها اش من علاقه عندها بهذا الملف باش تخرج خرجي طلبي للسيد الله يفرج عليها من حقك اي حاجه ولكن مش من حقك ماشي من حقك انك تجي وتهاجميني وتعيري لي ولادي وتدعي عليهم وهاد المغاربه الا بغيتوني نكون مدلوله انا مرحبا طرب رجليكم شكرا لكم تبارك الله عليك الفنانه القديره سعيده شرف